مسرحية 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 والعصابة هي هي والعصابة هي هي العسكر ويا الدخلية العسكر ويا الدخلية العسكر ويا الدخلية. أحد المشاركين في الوقفة لرفض قانون التظاهر أمام مجلس الشورى. احنا النهارده نازلين لان احنا رفضنا هذا القانون لان احنا في ظل نظامين نظام مبارك ونظام محمد مرسي لقد اسقطنا هذه الانظمه بالتظاهر والان حكومه البابلاوي تريد عزل الثوار بقانون التظاهر وهذا ما يرفضه الثوار. احنا النهارده بنقول كلمتنا محدش هيقدر يقمعنا. اذا كنت انت بتتكلم على القانون دوت اللي هو معمول لاخوان المسلمين فانت غير قادر على اعلان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه ولا انت تقوم بعمل قانون لمنع التظاهر. طلع قرار بان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه ومش تحتاج لقانون تظاهر الا اذا كنت انت تقصد الثوار بهذا القانون. عايز اقول رساله واضحه وصريحه للحكومه الموجوده الان اياكم والرهان على فرقتنا. فنحن شباب ثوار حين نلتف حول فكره ونصر على تحقيق اهدافها فنصبح تسونامي الذي يضيح بالسلطه الحاكمه. اياكم والرهان على فرقتنا مره اخرى. فنحن نظل ثوار من اجل تحقيق اهداف الثوره من عيش حريه عداله اجتماعيه وتحقيق العداله الاجتماعيه والانحياز الكامل للفقراء. محمد احكي لي بس على اللي حصل النهارده قدام مجلس. والله اللي حصل ان احنا واقفين في منتهى السلميه والكاميرات كلها نقله الكلام ده على الهواء. حصل تحذير بوقت ان احنا نخوض الوقفه بس عمرنا ما كنا هنخوض الوقفه. احنا اصلا نازلين معترضين على هذا القانون. ازاي يتم التعامل بهذه القسوه وهذه الوحشيه مع وقفه في منتهى السلميه مع شباب يعرفون تماما انهم ينتمون الى الثوره 25 يناير وهذا ما يرفضه الثوار تماما.